عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي تاني مرة أعمل المقدمة عشان كده بضحك. أنا دلوقتي حبايبي عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ وحشتوني وحشتوني. قعدت أقول المقدمة في الآخر طلع لا لما كنتش بصور. أنا رايحة فين؟ رايحة فين؟ الساعة 1:15 يا نور. أهي بصوا 1:14 بالظبط رايحة أتعلم السواقة. انا خلاص خدت قرار ان انا هتعلم السواقه ومش هخليهم يشوفوا العربيه دي تاني اصلا، يعني ماشي، عشان حرام ان هي تكون مركونه وانا اروح اركب تاكسيات. صح يا جماعه؟ معايا ولا لا حماده؟ اني مش عاجبك الكلام طبعا، صح؟ لا بس هتعلم هتعلم، ومعايا طبعا ابني حبيبي الغالي حمودي حبيبتي هيعلمني السواقه. طبعا طلع من غير نفس، قال لك لو اتعلمتي السواقه احنا مش هنشوف العربيه تاني، وفعلا هو ده اللي هيحصل. وخلي بالك خلي بالك ماشي، خليكم معانا بقى خطوه بخطوه كده، ندور لنا على حته فاضيه كده، ارض فاضيه نلعب فيها الكوره. اوعوا تروحوا هنا ولا هنا، ده انتوا هتضحكوا ضحك السنين ان شاء الله. وبعدين ما خلاص خليك انت الفرامل دي دي الفرامل، يعني لما اقول له ستوب بس. تعالى كده شويه. ازاي؟ كده يعني انا من اول مره كده. يا حلاوتك يا بنت يا نور، يا حلاوتك يا سلام. اوعى العربيه يا حماد، العربيه دي مره. سيب الفرامل. ادوس على ايه؟ اللي جنبها بنزين على السريع. بس انه صغير بالراحه خالص. كلب كلب كلب. ام 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 كلب. رجلك حطها الثاني شوف الفرامل بس. دوسي دوسي بالراحة عشان مطبخ. طب مش طولي اللي في مطبخ انا مش شايفاه؟ اه دوسي بنزين الثانية مش دي. بنزين. في كلاب طيب؟ ايوه عادي خش. الكلاب، طب الكلاب مستقصديني. يا لهوي. يا دوسي بنزين. بس لما الناس دي تعدي حماد. اتمنى بيهم دوسي بنزين. لا طب ما الناس. لا بقى يا حماد الناس. يا لهوي الناس 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 الناس. اوعوا على جنب، امشي امشي على جنب، امشي على جنب. اوعى يا عم، اوعى يا عم، يا عم اوعى. كل واحد يخلي باله على نفسه، كل واحد يخلي باله على نفسه. يا حلاوتك يا بنت يا نور، يا حلاوتك يا حلاوتك. استر يا رب. دوس البنزين. بنزين؟ متأكد؟ لا انت اصبر نفسك يا سلطانين. بس مش جنب. العربية. صلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. طب حلو حماده اهو، حلو اهو. طب ما جاي مني اهو. انا بتعرف ايش المطب؟ فين؟ طب المطب فين المطب؟ عدى بس تحس انك يمين بس دلاته. ايه رايك يا ايه؟ حلو. اللي سمعت دي اللي سمعت دي اللي سمعت دي. طب ايه ايه؟ طب في طب ايه؟ اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ طب الراجل ابو عجله اللي قدام ده هيمشي. طب قول له طب يا حماده من الشباك امشي. اي قول له ام الشباك، قول له وسع امي ما بتعرفش السوق. قول له امي ما بتعرفش السوق. يا لهوي. طب استنى لما يمشي احنا هنعدي ايه شويه بنزين كده بتاع الفرامل دي كده. هديت صح؟ أيه. يا عم خلص مش على القشر بيت كده. سرحت ال 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 هنلف اخش كده. الف ازاي بقى؟ استنى استنى لف. خلي بالك. عادي لمس على الفرامل. اه خش خش كله كله. اعمل ايه حماده؟ أيه. العربيه مش لوحديها. عادي عادي دوسي دوسي بنزين. بنزين؟ ايوه بالراحه. بعد اللي ده بعد اللي ده بس 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 دوسي بنزين. تعالى كده شوية. استر يا رب استر يا رب استر يا رب والنبي يا رب. ايه رأيك يا حمادة؟ ايه يعني؟ شغال شغال. اول حصة هي يا جماعة. ايه رأيكم؟ حبيت بس تعيشوا معايا اللحظة من غير مونتاج من غير اي حاجه. طب ايه الحته اللي جايه دي واسعه دي؟ كان في واحد يعدي من جنبي. لا طب ما طيب الحته اللي جايه دي واسعه
وسع عليا مش هقدر. دوس البنزين ده، دوس البنزين عشان في فرح جاي. يلا هو دوسي دوس هيا دوس دوس. يا صلاة النبي صوري بنت الفرحة بنت واحنا قاعدين جنبه كده ولا هممني ولا هممني. الله أكبر عليك يا بنت يا نور. يلا بقى حطوا لايك كتير 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 عشان كل يوم. كل كم حصة يا أستاذ؟ على حسب الفلوس. كم حسب الفلوس؟ طب هعشيك أنا، هعمل إيه تاني طيب؟ هعشيك وأجيب لك حلو كمان. الله ما شاء الله السواقة جميلة والله يا جماعة. تحسوا كده اللي انتوا ايه مالكين الدنيا بين ايديكم. المطاعم قفلت الحمد لله. لا بس لا قافلين قافلين نايمين نايمين. الناس نامت خلاص. اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه. سبتي سبتي كده. ده في فتحة جاية واسعة واسعة جاية وفي واسعة جاية. في ناس صح؟ أنا مش شايفة. أنا شايفة في حد لابس أحمر حد لابس أسود. بس لمي خش يمين. طب إزاي؟ أه لمي كده هتاكلي عادي. تاني 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 بسرعة عادي. لا حمادة أنا لسه أول حصة حمادة ما تسيبنيش كده. امسك يا لهوي يا لهوي. امسك يا حمادة ما مش من اول حصة كده اخش يمين وشمال. اوعى ايه تاني؟ اعمل ايه؟ روح فين انا في النص؟ شيف. طب ما العمود. لا خلي رجلي جنب فرامة. بس دوسي فرامة كده. دوسي فرامة. اه مش جامد سيب سنة. بس دوسي كله. هناكم. نجوع يا حمادة. خلصتي. خلصتي يا حمادة. احنا الحين يا جماعه والنبي خليكم مشاهدين يعني. سيب الفرامة خش. اسيب اخش فين الوليه؟ اخش فين يا حماده الوليه؟ مش الوليه ماشيه مش قادره هي ناقصه. اسيبها هخش في الوليه. يا الوليه يا حاجه بص قدامك حاجه والنبي. سيب الفرامة. لما الوليه تعدي حرام. ابي عدل خلاص. ده بتبيع مناديل حرام. انا بخش اروح فين؟ اركن ازاي؟ بطي لك انت كنت هتطلعي. لا خلاص بقى استنى طالما عدينا على الشيف هات الاكل وبعد كده نكمل. لا خش اخد اخر الشاب عشان نجيب لك العرض. خش على طول. اخش دوسي الفراع بنزين مش فاهم. عيط. الدنيا زحمه الدنيا زحمه يا جماعه والله. يا بنمشي لا حول الله يا ربي. انت في مطب صح؟ يا حبيبي يا بابا روعوا اللي انا ما بعرفش اسوق. دوسي بنزين. الولا الولا طب العربية واقفة في النص دي بس عشان في مطب. دوسي فرامة لا بالراحة. بس دوسي بنزين. هتخش في الرصيف. يا لهوي يا لهوي. سيبي اسيب سيبي الفرامل. سيبت الفرامل هتمشي. دوسي تاني. دوسيها دوسيها كلها دوسيها كلها. بس ايه لايك 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 لايك. ايه بقى كده خلاص بالصبح اروح اطلع الرخصه؟ ايه ها؟ ايه صح؟ ايه. طب طب نروح نستنى دلوقتي الرخصه؟ طب نطلعها دلوقتي؟ بكره. طب انت رايح فين؟ يلا كفايه بكره بكره. يلا جعان. انا عايز اكل. يلا جعان. ايه السواقه اللي جايه علينا بالخساره دي؟ يلا يا جماعه لايك 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 ونروح نشوف حماده هيتعشى ايه ونرجع تاني مع بعض. طبعا حماده بيخبط اهوت. وايه ايه ايه جبت ايه؟ ايوه وريني جايب ايه. شايفين شايفين اللي بيفكر
يتعلم السواقة يحصل له ايه. طبعا هو روحني ورجع ايه يجيب الايه الاكل اللي انتوا شايفينه ده. اه والله صوتكم طالع يعني ما شاء الله. ايه ده ايه ده، ده اللبن خارر على ال على الايه اسمه ايه، هو جايب فطيرة بالسكر. هفتح طب وارجع لكم تاني كده. ايه ادي ايه البيتزاية جايبها جبن تقريبا، وادي البيتزاية التانية، وايه تاني جايب هنا، جايب كريب كريب. والله متعشين، والله متعشين يا جماعة، والله كريب. طيب ما علينا، انا غلطانه ان انا فكرت ان انا اتعلم السواقه وبس يا سلمى عشان صوتك طالع في الفيديو. ماشي، دي بنت اختي اصلا بتتكلم في التليفون وصوتها طالع معانا يعني. ماشي، اللي وصل لغايه سلمى يحط لها لايك. ماشي، دي فطيره بالايه، دي بال دي بالمسكرات، فطيرة دي باللبن والسكر وكده. وادي اللي ايه اللي يفكر ايه يتعلم السواقة ابنه يغرمه الغرام دي كلها. ده انا كنت روحت مدرسة خدت فيها حصص كان احسن لي، صح ولا لا؟ وكده مش هنطول عليكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.